الوافدون هنا التلامذ 293 تلميذ، ولكن كاين فيهم بعض الوفيات. الى حدود اليوم عندنا تقريبا واحد 22، ولكن الاحصائيات النهائيه والاحصائيات المضبوطه مازال ما تاكدنا منها، بحكم ان الداخليه حيت كنتواصلوا معها مازال عندها امور اخرى وعندها اجراءات اخرين في تثبيت الناس. كاين مصابون، كاين تلاميذ اللي توفوا لهم الاباء ديالهم، كاين اللي توفى عليه الاب والام، كاين اللي يتيم الاب، كاين اللي يتيم الام، ولكن هذا قدر الله كنامنوا به وكنرضوا به. الوليدات فعلا تاثروا بزاف، حتى حنا تاثرنا بزاف، المؤسسه ضاعت لينا صراحه. واحد الجوله في كاوتورطه اداريه بالدواور المنكوبه، واحد المجموعه ديال الاباء والامهات ما قدروش يتفرقوا على ولادهم، لان من الصدمه اكثر من هذا من هما ولادهم كانوا حداهم في تيزي انتاس، فاذا بهم الان هما كيشوفوا بيمشوا عليهم الولاد بالرحيل كتبان لهم شويه بعيده، ولكن الحمد لله اثناء التواصل ديالنا مع واحد المجموعه ديال الاباء تفهموا الامر باش الوليدات ما يضيعش ليهم العام، باش الوليدات يقراو، وباش الوليدات ان شاء الله نحاولوا حتى الصدمه النفسيه نقصوا منها، لان تاثروا بزاف صراحه، ولكن لا اله الا الله. بالتالي الحمد لله واحد العدد اليوم جبنا تقريبا ما يزيد على 130 تلميذ، وكاين تلاميذ اخرين غادي يلتحقوا ان شاء الله، لما التحق كاع غدا غادي يلتحق يوم الاثنين ان شاء الله في القريب العاجل. البشرى الاخرى اللي كاينه للتلاميذ وهو انهم الحمد لله كلهم غادي يستافدوا من منحه كامله، الايواء والداخليه، اضف الى ذلك النقل المدرسي راه غادي يديهم يوم الاثنين من البيوت ديالهم، وغادي يرجعهم ان شاء الله يوم السبت مساء للبيوت ديالهم اللي بغى يمشي. وهادي امور خصنا نصبروا لها ونتكتفوا، و من الامور اللي بغينا ان شاء الله ونخدموا عليها وهو التلامذة عاشوا نكبه وعاشوا امور صدمه كبيره، انه ان شاء الله تكون واحد المواكبه نفسيه للتخفيف من الالام ديالهم ومن هذا الواقع هذا. حتى حنا اللي متالمين وحتى حنا كذا، ولكن لا اله الا الله، كنتقوى بالله سبحانه وتعالى، وكنتقوى بالايمان ديالنا بالقضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى. كاين مجموعه من التلميذات الناجبات المجتهدات، وصراحه تيزي انتاس كلها تبارك الله تلامذ مؤدبون، تلميذات مؤدبات في المستوى تبارك الله عليهم. اي واحد مات لينا راه كنحسوا بواحد مات لينا من الاسره ديالنا، لان هذوك وليداتنا انا كنعتبرهم وليداتي وبنياتي، وهذا المنطق باش كنخدم معاهم. لا اله الا الله، ما عندنا الا نامنوا ونصبروا ونصبروا نفسنا، واللي مات كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يتقبلوا من الشهداء، واللي جريح ومنكوب ومصاب نفسيا كنطلبوا الله يشافيه. وهذا هو الهدف صراحه، وكنحيوا جميع الاطر التربويه والاداريه، كنحيوا كذلك الناس ديال المديريه الاقليميه بتارودان، كنحيوا كذلك المديره الاكاديميه والطاقم ديالها اللي زارونا مرارا بالمؤسسه، وقفوا على واحد مجموعة الامور، دعمونا صراحه، فكرونا في هذا الحل هذا باش التلاميذ والتلميذات ما يضيعوا لنا، لان ضياع يوم واحد للتلميذ من الدراسه راه لا اله الا الله. ان شاء الله كل شيء غادي يتدارك، وكل شيء غادي ان شاء الله يرجع للمسار ديالو، وكنتمنوا لهاد الوليدات مقام محمود بهذه المؤسسه هذه، وان شاء الله موسم دراسي موفق، في انتظار ان شاء الله ترجع عندنا المؤسسه ديالنا ونرجعوا لها ان شاء الله سالمين غانمين. وتحيه للجميع.